مع سيمي بنيور ولي كرونيكور اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري. مرحبا بكم مستمعينا، هذه ساعتنا الثانية في راسين كاري، وين ما كنتوا تسمعوا فينا تحياتنا ليكم. وبطبيعة الحال سعداء كما قلت في أول الساعة أنه نرجع اليوم في البرمجة الجديدة في فام من خلال البرامج اللي ترجع في البرمجة الشتوية، ومنها راسين كاري لليوم فيها لي كرونيكر متاعنا كالعادة. رقم واحد عبد الستار عميمو، رقم اثنين شادلي عرفي، جميلة الشيحي، إبراهيم الطيف، وأنس بن مالك. احنا سؤالنا الاخر كان عبد الستار على يوسف التميمي. ها يوسف، انا عندي سؤال. يوسف التميمي يعني ديما كما قال انس، فما تسجيل يظهر لي وقتها الاسابيع الثقافيه اللي كانت تقام في الخارج، تمشي لها الفرقه الوطنيه وكذلك فرقه الفنون الشعبيه، فرقه الاذاعه الاولى للاذاعه، الفرقة القومية للفنون الشعبي، هذوكم اللي كانوا يمشيوا يأثروا الحفلات هذه لجاليتنا في الخارج. ولكن بعد الفرقة الوطنية كانت تمشي كذلك في بعض الفرقة الوطنية، ما كانت في الأصل هو خطأ، كان فرقة الإذاعة تصميم موظف لدى الإذاعة، في الإذاعة هو عضو من أعضاء الفرقة، فرقة الإذاعة التونسية، ولذلك كانوا يمشيوا الفرقة الإذاعة التونسية تمشي تعمل حفلات. في الاول بدات وقت اللي يتنقل الرئيس الحبيب بورقيبه الله يرحمه في زياره، رسميه لدوله من الدول اللي يهز الفرقه، تمشي الفرقه معاه ويغني سيده نعمه وسيده عليا والواحد الكبار الكل، ثم وليوا تتنظم وزاره الثقافه، تنظم اسبوع ثقافي مثلا تونسي في البقعه الفلانيه في البلاد الفلانيه. والله ملحوظه مهمه، بارك الله فيك عبد الستار، على حكيت انه رئيس جمهوريه يتنقل بالثقافه نتاعه، معناها ثقافه البلاد، منتوج ثقافي ولا ممثله في الموسيقى ولا ممثل، شيء مهم جدا. هذا يفكرنا ممكن ديما قلتها قداش من كرونيكور، وقت اللي الرئيس الامريكي يتنقل كذلك في الرحلات نتاعو، يتنقل مع اول برودوي للتصدير اللي هو السينما الامريكي، فتلقى معاه ديما لي دو تينور نتاع الاستوديو امريكان في ديليغاسيون اوفيسيال. لازم تلقى مثلا الرئيس الجمهورية يتنقل معاه زوز رابوريت، وإذا كان علاش ليه؟ علاش ليه؟ إذا كان ماك تعرف في تونس لي غابور باش يتنقل معاه، يعني اليد في اليد، تسبق فرقة تاع راب عندها عباد تحبها. هو الهدف شنو؟ الهدف أنك التعريف بالثقافة الفنية، مثلا أنت باش تمشي البلاد ما يعرفوش عليك برشا حاجات، البلاد آسيوية والبلاد بعيدة ولا غيره. ملاحظة سامي اللي قال عليه عبد الستار صحيح، يمشيوا قامات نتاع كيما السيدة عليا والسيدة نعمة، يا ما اللي ياخذوا نجاح أكبر لبرا هما الرقص الشعبي هكا ولا لا؟ فرقة قومية حمادي الغبيبي، ولزينة ولا وزينة وعزيزة، خاطر ذيك ديكوفيرت للكولتور الاخرين، معناتها الثقافات الاخرى، هو الرقص الشعبي، سورتو انه الرقص الشعبي واللباس، معناتها اللباس مختلف، لباس وطني تونسي وكذا، تظهر لهم حاجات. فما بلدان معروفة كم ثقافتها، تو تاخذ جمايك معروفه باللي قلت عليه انت، جمايك معروفه بوب، ولكن معروفه بالريجي، بالريجي معناها حاجه بالريجي، وفعلان نتاع هذاك قال لك، فعلان نتاع هذاك هو انه زاد كيف وحشني وانت جنبي. كان كي جينا رئيس دوله لتونس الحبيب، الحبيب كي ضيفه بالرشيديه، فما اغاني تعملت خصيص، عملت بخصيص اما يضيف العشاء هذاك اللي تعمل في القصر الجمهوري الرشيدية، على شرف الامبراطوره الى انستيتيوسيون كبيره، رشيديه حاضره كما فما الملا لابيغا احنا الرشيديه طبعا، يعني انستيتيوسيون عريقه، قبل زاد ما كانش بالنيابه، كانش بالنيابه وزير ثقافه اسمه، هي واحده من اشهر الفنانات اللي عرفتهم مصر، كانت رائده في الفن الشعبي، وتعرفوا انه الفن الشعبي في مختلف البلدان معناه قريب ياسر، معناه يتصدر فيه، معناه كي تشوف انت في مصر مثلا تقول عدويه عيله تيها يا ولاد الحرام، العزبي ببلوزه، تعرفوه ولا احمد عدويه، سلامتها يا ام حسن يا ولاد الحلال، سامحوا وعبد الحميد حمولي واسكندراني، حمولي ما غنيش الشعبي واسكندراني ذاك، لكن عدويه هو رائد الشعبي كما احنا في تونس عنا حبوبه مثلا ولا اسماعيل حطاب ولا غيره.
دونك هي واحدة من 10 الفنانات المصريات رائدة في الفن الشعبي، من مواليد 1945، متخرجة من المعهد العالي للموسيقى العربية 68 عفوا، خذت دكتوراه في الموسيقى الشعبية في انجلترا، ومن اغاني التراث اللي عاودت غنيتهم نلقاو برشا برشا حاجات. لكن غنيت حاجه شهيره يا بهية، لا مش فاطمه عيد، لا 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 نحكي لك مثل الدكتوراه، نحكي لك عليك فاطمه عيد كيما عندنا من جيتي من جيتي كبير ولا صغير، ما نحبش نذكر الاسامي ما تشبه الحلو يا ما كان يا بني على المحطه، حلو يا ما كان يا بني على المحطه، حلو اكلك منين يا بطل، لا فريد الاطرش بابا الشعبيه فلحنا فريد الاطرش ماما زمنها جاي العبقري مثلت ولا ليه؟ لا غنيت من اشهر الاغاني الشعبيه لليوم، الاغنيه دي معروفه هيا مازلت، غنيت زيد اغاني رومانسيه على الجبين حسابه، لا هيا مازلت تغني ايا ليلى الليل 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 شايفة فاضلة مش شايفة تغنينا ما تغني الوتري شايفة وتغني الشعبي تغني شعبي اما كنت هي تعرفت بالاغاني شنو يا فلاح فلاح كده مش شعبي مش اغنية شعبي اي اغنية 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 معناها ما تبيعش المية في حتى حسائين يعني شعبي معروفة معروفة. انا عمري ما حبيت حد من كلمات محمد من كلمات عبد الله محمد والحان حلمي بكر مثلا حية مازال موجودة هوني عندي كان تاريخ ولادتها نتصور انه هي موجودة معروفة عايشك معروفة جدا ولا الغناية معروفة ياس اما الناس يحيروا في اسم المطربة قولنا على ايش احنا حايرين حايرين قولنا شنو قولنا طلعوا الغنايه اخيرا طلعوا الغنايه يلا الغنايه عندها تغنى ب اعطينا نديس على الغنايه بواسون معينه بواسون بواسون شي شي اسمها مش عم او لا لا اللي تغنيها طيارة طيارة فوق لا لا مش هي انا جيت عطيه هذه تصويرة ولدي يزي جيت نتوس غنيت في كرتاج ليلى ليلى نظمي ليلى نظمي ليلى غنيت في كرتاج مش معروف اسمها برشا معروف مثل الدكتورة معناها دكتوراه باش تغني ما اشربش شاي اشرب ازوزه نجم تكون كنت تقري كنت تقري كنت تقري اكاديميك معناها كان عملتها وحده توا ما نقولكش يعملوا فيها اسمع في واحد من افلام عادل امام اللي هو المنسي واللي هو زاد استرادا استاسيوني ايطالياني ماخذ منه دوازيت عاد هو يشوف الفنانات فما واحده منهم معناها المجلات الفنيه الكواكب وغيره شو اسمها الراقصه مش نجم فؤاد لا سامية جمال لا الاخرى جديده تحية مش كاريوكي. لوسي لا بوسي 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 بوس. لا مش في عبده الاخرى سهير مدري شنو لا بوس دينا الرقاصه دينا دينا هاولي عبازو امنا تسمع قلت لكم يا رسول تخرجوا معايا اسمع دينا دكتوراه في الفلسفه ابو العشبي يعني لا يا اخي في فيلم هو يقرا في المجله يقول طموحي دكتوراه في الفلسفه يغزر كذا يعني حاجه مش مقابله بعضها في فيلم الليمبي وقت طلعت رقاصه باش تشطح في فرح كي طلعت واحده ماخذه دكتوراه طلعت تشطح ممثله كوميديه انت تسمع معروفه تشطح بتشكيل معناتها جسدي زعما راقي وهم يحبوا فرح يحبوا على فن شعبي شو اسمه الممثله ليه هو نسيتها حتى قالت له اكيد اجزم انه حتى واحد فيهم عنده ايميل ادرس يتعب في الدونس كونتمبوران لكن بالمناسبه طويقه فما رقص دكتور هونت والثلاثه عاشين معاه مصاروا ثلاثه عاشين معاه كلهم ريانا بشلوت مهندسه فوالا ريانا بشلوت اساتذه معنا جامعيين معنا اللي تلموا في عام مش كريم حاضرة إنس حاضرة هذه ينفطر فيك من الخمسة للسبعة يفان غاسين كاري سامي بن نور رجعنا في راسين كاري مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الممثلة هي نشوى مصطفى نشوى مصطفى انت كنت فرشه في المكيكه اولمبيا شو اولمبيا راه عمل حاجه اولمبيا اولمبي ولا اولمبي ده اولمبي اولمبي كوي برشا اولمبيا فيش كوي يضحك برشا
ما جو مانكيت اذا كان الليمبي ضحكك يضحك حتى انا زدت شو ما يضحكنيش هو راه ما قالها اول مره نسمع احترامي انت انقصت ومع احترامي ليك زعما كثقافه النخبه لا 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 ثقافه النخبه ثقافه النخبه عند ناس لا لا ما خليكش تكمل عند المود بتاعك لا لا ما خليكش تكمل معناها انك ما نوثقكش في حاجه سامحني راه شو يديك انا سكت ما لا تهم اذا يعمل عليه هو ثقافه او انا مثلا ما يضحكنيش عادي ما يعجبنيش هو ضحكني سعيد سعد مثلا إيه الناس اسمك اللي توفى يونس شلبي ليه الاخر محي محي عمل ولي الدين ولي الدين انا اقتلني بالضحك انا محمد سعد الليمبي خاصة الليمبي واحد اقتلني بالضحك سامحني انا ساعة نحب نعرف حاجة علاش الليمبي استنساخ بشخصية اسمه جيم كيري كيري خذ ذا ماسك يخدم على ذا ماسك وخذيك منين تعرف شاد لي انه انت لا مش من خلال مختص من خلال معناها متفرج عادي باش تفهم انه التقنيات هذيك ريفيرونس لحظة لحظة باينة لك انت لكن المتفرج العادي فوالا لازم تفرج فوالا تفرج زوز باش تشوف هكا تاع الزهيق تاع جيم كاري جيم كاري وذا ماسك هو خلق وضرب بالفيلم وهما السينما المصري مع احتراماتي له مش الكل مش الكل ماحكيش الاندر جراوند وسينما فيلم دوتور فيلم دوتور عندهم افلام واقعية وغيره وكذا وابدا من عاطف الطيب وكذاك وذوك فيلم نسخه حكيت على الواقع المصري بيئته في الارض وهذا المشاهين هذيك النخبه السينمائيه صحيحه اللي نجم تفرج فيها تو كي نرجع تفرج في البريء درس في السينما نكتشف زوايا اخرى نتاع التقنيات كذا الليمبي ومشتقاته فيلم السينما التجاريه سينما الشباك سينما كذا نتاع كونسوماسيون نتاع معناتها ما نتفرجش فيها شبه شوية للمقاولات بتاع سنوات الثمانينات لا 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 اوكين فالور ارتستيك لا يا ما واحدة ما معمولة بيجي 100,000 جنيه اما اوكين فالور ارتستيك اي معاك يا ما ساعات واحد عنده مود باش يتفرج في حاجه سهله مسيرش معاه انا هكا تقول لي زيني والافلام اللي تفرجت فيها تقول لي خاطر انا ما يعجبنيش محمد سعد خاطر النخبة الفيلم اللي بيعجب يضحكني برشا انا ضحكني برشا انا لا هي ما مش ريفيرانس ما تهمش الاخرين النخبه تاع انا نتفرج في افلام النخبه يا ما زاد نتفرج في الافلام السهله اللي ما عنديش مخ نهارتها باش نحط نتفرج قول هكا تحب تعدي وقت معناها مستواك الثقافي ولي ريفيرونس بتاعك ما ركبتش التصويره انك مش تصوير شيء وتتفرج لي في الليمبي يا شيخ يا شيخ شو ساعات العبد ما عندوش مخ باش يحط 100% من المخ نتاعو معاك باش باش يتفرج في فيلم ساعات تحب تفرج في فيلم هكا دوتور ساعات تفرج مسرحيه انا فما بريود معناتها ما مش كل معناتها صعيبه عليا في حياتي مخي يتفرج في شتر فيلم مصراوي بالكولور بتاع السبعينات انت فينا مرحلة تاو عرفت قمة التفاهم بتاع السبعينات اللي يزبك تبدأ من شتر باش تفهمه انت تاو فينا مرحلة ويبدأ بالكولر فينا مرحلة تاو راك يا ما صاحبي سامي بنور وبنور سامي والمناشط لذاع الألمع يا ولدي علاش تربط روحك بيا انا لا انت خير انا اسأل فيك معايا عم ابراهيم الطايف مخرج قد الدنيا اي والعلامة جميلة وجميلة قدام والعلامة جميلة والوحش والجميلة والوحش بكل تجرد وننسي ابراهيم الطايف انه من احلى ما تعمل مثلا في الحاجات اللي تضحك والضامرة في السينما في الافلام القصيرة هو فيزا مثلا او لا لا صراحة مش على خطر لا مش خطر ايه ولا مش خطر دول جميل الشيح وجميل مدين ايه معنى مش خطر انتوما مانيفيك هو بيحق حاجة يسرح حلوة لي دي موجود الفيلم هذا ابراهيم وتعرف نعطيك حاجة فما كنت اخرى في فيزا ابراهيم الطايف تعمد انه تكون تقنيات التصوير ديكوباج تقنيات التصوير بسيطه جدا تو تقارنوا ما بين على بساطه الشخصيه على بساطه الشخصيه وبساطه الموضوع باش توصل ليدي للماس الكل خاطر سيتم فيلم دو ماس لا ليدي ليدي تاع مشكله تاع اشكال يعني تاع موضوع حارق شنو هي البلاد اللي لغتها وسكانها يتسموا مالقاش مدغشق بلاد افريقية كانت مستعمرة فرنسية قبل استقلالها في 1962 عاصمتها واكبر مدينة فيها انتانريفو وسكانها شنو هي اللغة مالقاشية
الملقاش مدغشقر ملقاش مياك حبيت تعمل حبيت تعمل فان هادي ملقاش مياك البيض عندي سامي راهو شادي مع لي دار نمر مش يخلص بالفان والله سفيان قال لي خدمه فان نعطيك بونص مرهق هذا سفيان فان ولا ما يسمع فينا سفيان متعرف فما حاجه متعرف في مجلس الامن فما خمسه عندهم حق الفيتو اي اللي هما هذاك في مجلس الامن وانت حديثنا قياس حديثنا قياس شادلي يا شادلي باهي سكانها ولغتها يتسماو الملغشيه الملغشيه باش نعملوا تيست صغير نعطيكم سعاده مدام كسكار اه هاي ولا جوست هي مدغشقر مدغشقر وعلاش سماها مدغشقر ليه خاطر ليه جنبتها جنبتها جومبيتا يعني مدغشقر مدغشقر هي مدغشقر لانه الجهه سماها هكاكا يعني تحرفت ولات مدام يقولوا هابطين لمدام كسكار كوم سي مدام كسكار شخصيه واخترعوا لها خدمه هي كانت فما ليلي فما مراب المجدد هي اما ماهيش اسمها مدام كاسكا في البقعه وين بالضبط؟ في البرد بتاع تونس ميناء تونس كانت ما هذه ما ليه في بورت تونس البورت دو تونس فما مدام كاسكا كانت المحطه داير كانت محطه الترينو طويكة اللي تهز المرسى اللي تجي كانت موجوده قبل انا كانت في النيفو نتاع فين ابن خلدون لا بعد شويه في النيفو نتاع شارع كرتاج. اي تو كان غادي. باهي ثم نقلت من غادي وليت في النيفو نتاع المونجيلا توا، انا خلطت عليها في النيفو المونجيلا. وكانت المحطه الاولانيه نركبوا هذيك هذيك المحطه جيم ونقفوا المحطه الاولانيه توا المحطه اللي هي تجيم تويكا اسمها مدام مدام كاسكا والمراه هذه قال لك حقها حقها كانت مقاوله تكري الناس مش يجيبوا براوط الحصاله. مش يردموا البرد البرد مش يعملوا يفتونوا البرد اه يا فهمت بالحق شخصيه هكا لكن هذا 1883 معناها فهمت قديمه كان ما اسمهاش مدام كاسكار بالكل اما كان بمجد شخصيه هذه دونك تحريف هو كان تحريف مدغشقر دونك باش نعملوا تيست صغير بس ملاحظه لما مدغشقر هي اكبر بلاد في العالم عندها نباتات وحيوانات ومامتاحهم وحدهم ما فيش كيفو في بلاد اخرى وهي اكبر جزيره موجوده في القاره الافريقيه افوالا داير هما يقولوا معنى نباتات بريميتيف معنى يبدو مش موجوده في بقيه العالم شفت مره يعني روبورتاج على مدغشقر حاجه حاجه ساحره اي فريمون ديبلاسيونال كي تمشي لمدغشقر كيف ناسيونال تمشي تلعب مدغشقر يوريهم ياكلوا في نواد كوكو مش شاشه كيف ما شديت كان كوكو هذا والله شفته ما يا فجود اي فجود مو مو لوتيل شجره نواد كوكو تضرب على الشباك جماعي نحيوا يدورنا كنتر مدغشقر احنا ثلاثه بلاش غاديك ابو العمر شادلي دونك شادلي سؤال شادلي السكان نتاع مدينة بوردو شو اسمه؟ لي بوردوا بوردولي لي بوردولي لي جيروندان جيروندان دو بوردو باه مدينة سياتل الأمريكية السكان سياتل السكان سياتل وا هذه ما نعرفهاش ان انجلش ها ان انجلش سيتيليز ساتلمنت سيتيليز 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 سكان يعني جماعة الفرنسي دي سامحوني سكان سكان غواتيمالا غواتيمالتك غواتيمالتك سكان الملاوي المالوينا ملاوي دوبل الملاوي 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 نقصة حاجة لي ملاوية لي ملاويت لي ملاويت عندهم تبلعيت وتملاويتهم ملاويت سكان دبي او دب الفرنسي عاد انت تعرف انا لغة بالفرنسية بالعربي بالفرنسي دبي دبي عجبتني دبيوت 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 عندهم خاطر عندهم برشا يوت هما هذاك علاش دبيوت فما حاجات اللي هي مثلا غريبه تلقاها الاسم ما يقابلش اسم السكان ما يقابلش اسم المدينه البلاد عديد مثلا شكون عنده اكزامبل اسم السكان ما يقابلش اسم المدينه الجريك ولا اليوناني لا لا بطلنا الجريك الجريس لا على اسم الجريك لا على خاطر لا تنوع اي
الزاتينوا اليونانيين اليونانيين عندكم فكرة؟ أعطينا المدينة تنقلوا لك لا 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 أنا وفاوز موناكو لمونيغاس شو قد بعيد مش بعيد مش بعيد يا ياسر كمان شو قد موناكو تهي البلاد أربعة تحسوا جيش تحسوا جيش ولا باش حمامات الحمامات جماعة الحمامات حمامي حمامات حمامات نو سي حماموات حمامي حمامي حماميت حمامات حمامي 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 سكان اللاك لك انا لك لك اول لك دو لك انا لك نسمع اغنيه بانه اي اف ام تشجع الاغنيه التونسيه وكذلك المطربين التوانسه اللي يغنيوا بلهجات مختلفه منهم ولفه برمضان تغني اصحاب رجعوا بعد شوي من الاثنين للجمعه اي اف ام راسين كاري سالي بنور رجعنا في راسين كاري مرحبا بكم مستمعين ابراهيم الطيف عبد الستار عمامو انس بن مالك شدي عرفاوي جميله الشيحي هي جروب تاع اليوم كل يوم تكتشفوا جروب جديدة متجددة في راسين كاري اللي ترجع كما قلت اليوم هو أول نهار للبرمجة الشتوية معاكم دونك إن شاء الله نعديو موسم يا رب يكون ناجح وينال إعجابكم وديما نكونوا في مستوى اللي انتم تستناوا منا نسأل على إعلامي تونسي ومخرج ومنتج إذاعي وتلفزيوني عاش ما بين 1937 و1998 خريج معهد الصحافة علوم الأخبار وبعد تكون في مركز تدوين الصحفيين في باريس من الأول خدم 91 توفى صالح جرام 98 أجيب الكتاب توفى من الأول خدم مقدم ومعلق أن كومونتاتور سبيكر للأخبار التونسية اللي كانت تتصور في استوديوهات باريس وروما وبعد تتثبت في لسال دو سينما معناها تتبث عفوا في نقول تتثبت شنو يعني تبث في السادة السينما قبل الأفلام قبل عرض الأشرطة السينمائية هذا كان ما بين 1958 و1963 من هو؟ كهو ذي المعلومات وبعد من 63 عمل 63 عام 37 توفى عام 98 ها؟ معاش برش 61 61 سنة في 64 دخل يخدم في الإذاعة أنتج برامج كان يختص في برامج معينة في 67 تولى إدارة دار الثقافة بن رشيق أنتوتون كان من 66 يقدم عديد البرامج الإذاعية من المناصب اللي شغلها كان مسؤول في مركز الإعلام الأمم المتحدة في تونس ومستشار في الإعلام والاتصال يقدم برامج اذاعيه اي خليك شد دار ثقافه ابن رشيد ابن خلدون هو يظل محب ابن خلدون ولا ابن رشيد ما حبش ابن رشيد انا كان نقول جمعيات وقت انا كان نقول اختصاصه تعرفوا بالوقت عبد الستار سورتو اطفال لا مش اطفال مش يكون اطفال اطفال معناه ما اختصاصه صحه لا لا اختصاصه كان محاور النجوم اوه عرفته خالد تلاتلي هو خالد تلاتلي خالد تلاتلي ما تهبليش اللي شد دار ثقافة ابن رشيد 67 محايمة محاور نجوم ما يكون كان هو وقتها نجوم الطرب أم كلثوم فيروز عبد الحليم حافظ عبد العزيز العروي وغيرهم من الناس اللي حاورهم خالد تلاتلي هذه تصويرته الله يرحمه دوك كان توفي في 1998 واحد من الأعلام بتاع الإذاعة والتلفزيون في وقت معناها محاورة النجوم يعني فن كبير معناها اولا النجوم كانوا ما يشبهوش برشا البرشا نجوم اليوم اليوم كذلك هما نجوم كبار ولكن نجوم كبار يعني تقول فيروز ام كلثوم وعبد العزيز العروي ونعمه وغيره يعني الطرافه نتاعو حسب رايي طريقته كان اول حاجه ساعه يتاقلم مع الشخص مع الشخص شفت حوار مع عبد العزيز العروي ياسر سمباتيك وما وقته هو ما كانش فما ايكيب يبدو انه كان يطلع على الكليون تاعو بين قوسين كما كان يقول هو يطلع معني يكون عارف عليه برشا حاجات مش كي يجي حاوره الاخر ما يغلبوش ونجم يريبليك ما كانش فما ماي قبل ما عندوش ماي على الاقل في الاول معناها في الاول نعرف يخدم يخدم حد كل واحد يخدم النجوم سامحني احنا كنا نشوفوا في ليزيميسيون نواغي بلان وتلقى فيهم المطربين الممثلين معناها الفنانين مختلف الرسامين زاد كيف الرسامين شكون لمهم هذوكم بالحق اي صحيح
معناها بالحق عندهم كانت عنده طريقة مميزة ومعارف كثيرة معناها وعنده طريقة تهكمية زاد عنده ساعات أسئلة فيه شيء معناها ومن غير ما يجرح معناها ما عندوش أعطينا مثال عبد الستار ما نفكرش الكلام بالضبط مثلا مع سيدة أم كلثوم راهو أعطاها أسئلة هكايا لازلها محرجة مش محرجة أما معناها عارف ايش قاعد يقول معناها عارف يعرف الجواب ايش باش يكون ما نفكرش تويكا مانيش حافظ موجود الحوار تلقاه اما تحسوا انه ما عنده تيكو تاك مش توا تشوفه بيان سور بعض هو حب يطلع الريتم لا بخلتني فريمون يعني اللي شفناه احنا هكا ما خلطناش عليه اما شفنا معناها لقاءات وشفنا حاجات معناها ما تنساش زاد في الوقت هذاك في التلفزة المصرية كانت شو اسمها السيدة معروفة ليلى رستم تقدم برنامج مع الفنانين الكبار كيما اللي شعرها بالقصة هذاك أم كلثوم وغيره أم كلثوم وفريد الأطرش وصباح ومشات حتى الشخصيات اللي السيدة بديعة مصبني معناها مشات لها بالذمة وخلت بديعة مصبني بعد 27 سنة تقف تغني وتشطح في التلفزة قدرت عليها اللي اعتزلت وبطلت وولت مرة كبيرة وكل شيء وقفتها وغنيت ورقصت ورقصت بال بال بالكاستاني يعني معناها فوق الشقشقه معناها الو هو فرد وقت اضافات نتاعك يا ياسر فرد وقت معناها سيده ليلى رستم تبارك الله لكم اسم شقشقات خاطر يعملوا شق 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 بربي كانوا سيد اللي مشوني ما احنا نطلع لا انا حبيت على كلام عبد الستار القامات اللي يحكي عليها فنانين وممثلين وفما شكون يحكي لي على الليمبي الليمبي اي الليمبي وانا نتفرج في الليمبي وكذا يعني كان يغادر توا خير لا لا ما تشدونيش احنا مع الحريات كل واحد حر في اختياراته اللي كنت ذا انس شنو الملعب الشهير اللي تبناه في وقت قياسي يعني في 13 شهر عام وشهر اول مباراة فيه تلعبت سنة 1926 26 ويمبلي لا وش في المانيا فرنسا سان سيرو هو سان سيرو في تاريخ ملعب كرة القدم الرئيس موسوليني وقت يحكم بالعصا في ميلانو سان سيرو شنيا سان سيرو هو هي في بقعة اسمها سان سيرو يوم اللي اسم توا المعروف به اسمه في ميلان اسمه جوزيبي ميادزا اللي كان جوار في الليتر لعب شوية في ميلان لعب في زوز هذيك على دونك هو استاد بتاع لي دو زيكيب بتاع ميلان هما الليتر دو ميلان وناسي ميلان كيما الفريق انشأوا واحد انجليزي كيف الملعب نتاعهم بناه شخص انجليزي هو بييرو بيريلي اللي كان رئيس النادي وقتها اسمه مش انجليزي قايلين على بييرو بيريلي عجيلي بيريلي ما تعرفهمش العجيلي بيريلي طيب انا قلت ما نعرفهمش في 1925 عندي واحد صاحبي الماني انجليزي نورديب المحمود ينجم يكون في 1925 اعطى الامر بانطلاق الاشغال اللي وفات في 13 شهر اكاهو وحسب وقتها بيريلي الاستاد هذا باش يكون على طريقة الانجليزيه ويكون ديدي كان لكره القدم اول مباراه رسميه تلعبت فيه كانت ما بين اسي ميلان ونادي جنوا وبعد هذا في 3 اكتوبر 26 وقتها خسرت الاسي ميلان هدفين مقابل هدف في 34 شريت بلدية ميلانو استاد هذا وبداوا في 35 في اول مشروع لتكبيره استاد مزيان ياسرة سورتو في الحفلات الموسيقية كذلك كان تصير فيه عديد الحفلات بلدية الموسيقية بلدية طيارة ميلانو حبيب ميلانو طبعا قدام الملعب لو فما فكروا عليه علاش ليه نحكي لك عاملين ستاتيو بتاع فاكرون علاش علاش قلت هذايا على باش خاطر باش يحميوا البيئه وفاكرون ما ياكلش الستاتيو والحريقه ياكل حريقه وباش ما تصير التلوث البيئي احنا باش نعملوا دير يا ربي صبر يا ربي باش نعملوا كلكو جينجل نتاع اكل هنا والله حاطين فاكرون يا اخي مثلا ميلانو انا وحشتوني 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 بعضهم لوارد فكرتني في حاجة واحد كاتب انا ساعات نكتب حاجة هكا تبدأ مقصودة
والمقصود بيدو يجاوبني يقول يعطيك الصحه بيدي انت زاده وحشتوني هو قاعد يغني معاك يا مو يفهم يا شو وحشوني تقص في الوراق الصفر والاحمر تكشف ما هو يحب هما توا الاوراق الصفر لو النوندي لو يحب النوندي انا نحب النوندي الاوراق الصفر والاحمر باش يكونوا ديغيزي سنا ديغيزي ما تشوفهمش ديغيزي معناها ما قال لك في الغينيون تشوفهم في الشهريه مثلا فوالا مثلا توا جميله زيرو اوراق صفر واحمر مثلا اي ما ورثت انا مش من الحلقه الاولى راه ورثت الهمزه داعشه يعني كرك تسخن شويه لا كرك اليوم قبل جيت فوا فينير يظن يعطاني حمراء على خاطر جاوبت على سنوب دوغ لا ما جاوبتش ما عطيتكش حمراء بالكل اي فما ورقه ديغيزي على سنوب دوغ كيفاش انا قلت ما انا عندي ورقه صفر انا انت اكدت لي عندك كيف عرفت ابراهيم طيب شكون قال لا يوجد في النار كما يوجد في البحر لا يوجد سم أسوأ من أولئك الذين لا يريدون أن يسمعوا برشا قالوها لكن قالت باللغة العربية لا مش باللغة العربية باللغة الألمانية قالت بلغة أخرى ولكن المعنى لا يوجد سم أسوأ من أولئك الذين لا يريدون أن يسمعوا أو يسمعوا لغة فرنسية غاندي قال فرنسية هاي مولير قال هو مولير مولير جون باتيست بوكلان اسمه الحقيقي عاشت ما بين 1622 عاش عفوا 1622 و 1673 روائي وكوميدي فرنسي يتعرف برشا روايات أهمها عادي ها لي فام سافونت بخيل بخيل طبيب رغم انفه اما فما حاجه ما تعرفوهاش على موليير وي اللي هو ممثل ايماجينير اللي هو مريض الوهم مثل في برشا مسرحيات مسرحيته كل مثل فيها مثل فيهم ولا لا فما حاجه اخرى محامي لا مش محامي محامي وبعد الى جاميك زيرسي كان يخدم عند الملك ما نعرفش يعمل عند الملك كان تابيسيي كان كرونيكور لا هو بو الى تابيسيي دو سا ماجيستي لو روا وهو الى كونتينيو لو تيتر معناها الى اريتي لو تيتر معناها ورث التيتر معناها نتاع والده باهي المحامين عاش اسكو مازالوا معنيين انا ممكن اكزيرسي با يعملوا النشاط الاعلامي ولا لا ساهو عملوا له مولير لا عملوا له ساهو مولير عملوا له جماعة كيفاش تتفسر اللي احنا كنا ملمين بموضوع مولير عليه ما نعرفش ممكن خاطر شادي خاطر المسرح ممكن تفاجات كلنا لا كل واحد عمل اضافه والله مهم جدا اون ديغي مولير فما حاجه هامه والناس تقلو ديما على مولير هامه حاجه هامه في تاريخ المسرح التونسي اللي هي المارشال عمار الادابتاسيون اللي سارت اللي عملها نور الدين القصبي ولا يرحمه من اقوى الادابتاسيون في المسرح يعني خاصه على مولير وردوها تونسية ونجحت فهمتي وتتقرى في منطق الفودفيل ويجي كرميكول يقول لك اللمبي من بعد سامحني ومسرحية مختار حشيشة ترش حكمة مأخوذة من مسرحية عالمية ما نذكرش ومريض الوهم يظل لي مريض الوهم يلا حاضرة إيناس حاضرة فوالا يلا يا فما فوترا فيك من الاثنين للجمعة يا فام راسين كاري سالي بالنور رجعنا في راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا هذه درجي اللعب درجي اللعب أنس سنة سيخي يا اخي ما قلتناش احنا قلنا لك شو اسمها لميسيا وشو بتعملوا فيها جاي قال لنا قال شنو قال شنو شو اسمها ليميسيون شو معناها شنو معناتها مازلنا عرفنا اسمه شنو الكونسيبت هو يسأل اليوم على الكونسيبت شنو شنو عندنا مرتكزات عندي السؤال نتاعي عندنا حاجات قواعد معناها سؤال في الحلقة هي حاضر هو لا حاضر حاضر لا عندي سؤال فوق حاضر في الحصة الأولى في كل موسم دراسي اي شنو يطلب الأستاذ من التلامذة نتاعو تلسة وطاولة اسمع سؤال بالحق اي سؤال هاك الورقة اللي تعرف فيها شطر ورقة شطر ورقة شطر ورقة مين انا عملك هكا دوك اليوم حصة بتاع شطر ورقة اللي فيها اسم الحقب ومهنة الأب مش نجم تعرف لحظة جديد ولا ليه قالوا انه ما وحشتوني اسمع حاخد بصفة هزار قال مصر
ما هو سؤال ونتعدل سؤالي غير ولا نرجع لك اي تعدى ترجع لي انا حتى سؤالي ما نسيت الحكي ابراهيم عدليل وبركة عدليل ايه ايه مسيرش اليوم عشت فرنسا بالنسبة لي انا وبالنسبة للمهتمين مثلا بالفن بالفن التشكيلي عشت حدثت هام جدا ممكن يبقى في في تاريخ لي ميزي دار كونتمبوران enfin دار لي ميزي والا لي مونومون لا لا لي ميزي لي ميزي اليوم حتى فما حاجه انا في بالي فرنسا خسرت الاف المليارات اليوم بما انه صفقه الغواصات تحت في البي نتاع استراليا وخذت الولايات المتحده حاجه في الفن عندها علاقه بالفن التشكيلي هي خدلي انا خدت علاقه بيكاسو هي خدك قلت لحد انا قلت جيل بالي حكيت بيكاسو عدى وقت معين من حياته في فرنسا أيوة تجربة معناها لا عند فما تابلو فما حاجة حاجة ما حدث كبير قرب شوية القاو تابلو بتاع بيكاسو في نطاق صفقة جبائية هاي نزيد نقدم لكم الحكاية الدولة استرجعت واحد من أعمال بيكاسو أعمال بيكاسو مشكم بعيد أنه لا في دو بيكاسو مايا رويز بيكاسو اللي بنته من زواجه الأول اليوم كيما صديقي مخرج برشا مرات نف سي بانتور يحبش شكون عمل له رمال دير مالك هو ستة لوحات نتاع دو ديسان ثمانية وان كارني بيرسونيل نتاع بيكاسو عطاتهم معناها للدولة الفرنسية في نطاق معناها صلح جبائي برسك اما اليوم معنا كي تشوف الحدث وزاره الماليه شو معناها صلح جبائي هما سالوها فلوس فوالا اي بوفي با بيي لي زامبور عوضتهم هو كانت تنجم ما تعطيش وما تعوزش والكل اما معناها نوف اوفر دو بيكاسو يتعطاو قداش تسالها الدوله يا حدث كبير على لي زوفر بتاع بيكاسو لا هو مش في المونتو اما فما ماهيش في الكومبونساسيون معناها مش في الكومبونساسيون اما الحدث زاده ليه عيب ومش يقع عرض الكوليكسيون هذيا وراو منهم كان تابلو بركة اليوم في الكونفيرونس دو بريس ديسان يعني ولا تابلو دي تابلو دي كروكي فما دي كروكي فما وانكارني هو الكارني لي كروكي اكزاكتون لي كروكي نتاع لي دوك باش يقع عرضهم اون 2022 وهذا يعتبر حدث كبير كبير طبعا ميرسي ابراهيم وبكا الناس اللي التوانسه نعرفوا مغرومين ببرشلونه سواء من ناحيه الفريق الرياضي ولا المدينه في برشلونه فما متحف بيكاسو مزيان ياسر اللي هو بيكاسو واللي هو يجسد جزء من حياته وقتها كعاش في فرنسا وين كانت التجربه نتاع لي ديسان لي ديسان معمولين بالقلم الرصاص واللي هو معناها تنجموا معناها الناس يشوفوه وهي حاجه مزيانه معناها نشوف قداه يخلد الاعمال هذا الفنان الكبير خاصه كان الاعمال نتاع فنانين احنا الرسامين نوتامون نتاع ليكول دو تونس خاصه ليكول دو تونس وغيره وغيره معناها يقع العنايه بهم هو اللي هو بركه هذا يعني اعمال بيكاسو كاهولا معناها ما خاص لك خاطر فما برشا اعمال وانت تعرف تاع سي الهادي تركي صاير فيهم احنا مثلا فما من اوائل لي بورتريتيست تونيزيان اللي هو سي الهادي الخياشي بوسي نور الدين الخياشي وحلي حفيدته تاج الملك الخياشي قاعده تعمل في كتاب كيما عملت على ولدها تعمل على جدها معناها قاعده تحفظ في كتاب على جدها وحلين في الكوليكسيون خاطر برشا ناس عندهم خاطر هو عمل وقتها ليبوك ما فماش معارض وكشي فكان يعمل سوغ كومون معناها يطلب منه الناس مش عملوا بورتخي يعملوا موجودين في ديارهم يعني هي تحب تسترجع للصوروهم نحبوا نصوروهم فقط مش نحطوهم في الكتاب مش نعملوا عليهم لي جون شوف مولا الدار شوف مولا الدار في بالو شري شوف مولا الدار في بالو شري هذا خياش الدولة عندها زادة كيف كيف ما نجمش نتحصلوا عليهم شادلي انا السؤال تاعي في الطب حبزي من هو اول طبيب استخدم التخدير العام اثناء الجراحه يعني طبيب اول شكون عربي فارسي الرازي عربي عربي في الفتره العربيه التخدير نتذكر هو اسم ابن سينا هي راهي مراحل التخدير مراحل لكن الطبيب اللي يعني طبيب او الطبيب اسم معروف يعني اسم معروف معروف معروف, معروف يعني معروف معروف لدى في تونس اما مستشفيات باسمه لا لا واحد من المستشفيات باسمه لا عربي هو لا لا عربي لفازي معاش ما وقت راه انه هذول التخدير بداوا العرب راه وريني التصفيرة نتاعو يا ما يا وين هذا سويه الاخصائي الاول في التخدير ماتيلدا هذيك تعب التعليم تعب التعليم
لا ماهيش ماتيلدا هذه مش ماتيلدا لكن ماتيلدا استعملوها هو الطبيب الياباني هانا واكاسيشو الذي يعني يعتبر اول من اجرى عمليه جراحه شكرا جميله بي حكينا قبيله على لي فام او كومون شنيا الثلاثه بلدان في دراسه كانوا هما لولانين في ثلاثه مراتب لولانين ثلاثه بلدان اللي عرفوا يتعاملوا في الكريز نتاع الكوفيد 19 بقياده ثلاثه نساء نوفيل زيلاند قيمه المراه المانيا نوفيل زيلاند الى فنلندا المانيا وي كوريا الجنوبيه لا نوفيل زيلاند ليه لا بلدان واحدة البلدان الأوروبية الشمالية دنمارك 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 صحيت فلان دنمارك فلان دنمارك والألمانية ثلاثة نسي قيادة الدولة عرفوا كيف يتعاملوا برافو عندك سؤال عندي سؤال عام 2010 باراك أوباما الرئيس الأمريكي اضطر بشي ورقي بشي وخر الخطاب متاعه علاش قصر ضوء لا ضغط ضغط من الأمريكان ضغط من الجمهور فما الحلقة الأخيرة من فرنسا باراك أوباما وخر الخطاب نتاعو شكرا لكم مستمعين نتلقاو غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة.